معنى الاستغلال في عيد الاستغلال. يشعر المرء بالأسى عندما يجد تفاوتا بين واقع وطنه وحلمه. عيد الاستغلال 24 مايو هي مناسبة وطنية جليلة يشعر الإتريين بعمق هذا الحدث وزهوه على المستوى الشعبي العام. ما بين الحلم والواقع، ماذا يعني يوم 24 مايو؟ يحق لنا أن نفرح بذكرى الانتصار ويوم إعلان الاستغلال الذي تحقق عبر نضالات مريرة دفع فيها شعبنا ثمنا باهظا من الشهداء والمعوقين وسنوات مريرة من الألم والعذاب والمعاناة. كنا نحلم أن يكون يوم 24 مايو ميلاد فجر الحرية والكرامة، بناء الدولة الإريترية ذات السيادة الكاملة على أراضيها وبحرها، بناء الإنسان الإريتري المستقل، الخروج من الهيمنة الاستعمارية المتعاقبة، استغلالية القرار الوطني وصيانته. لكن الحقيقة لم تكن كالحلم. بالأمس القريب كانت الأحزان في كل بيت إريتري، حيث فقدنا أبناءنا غرقا في البحر الأبيض المتوسط باحثين عن حياة أفضل، لأن وطنهم الذي ناضل أباهم من أجله أصبح طاردا بسبب سياسات النظام، فصارت التجارة شبابنا تجارة مربحة والخدمة العسكرية مستمرة ومفروضة على المجند الإريتري مدى الحياة. كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية في إريتريا بصورة مزرية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما معنى الاستغلال اليوم؟ ولماذا نرقص مع نظام سلب كل حقوقنا وتاريخنا؟ كان المفروض أن يكون هذا اليوم فرصة لنعود جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا التاريخية ونجدد الوفاء لأحد الشهداء، لتكون إريتريا التي ماتوا من أجلها وطن لكل المواطنين يعيشون فيها بكرامة وحرية. فكل إريتري مطالب اليوم ليكون له وقفة مع ذات، وأن ننطلق جميعا في الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا من خلال العمل المنظم، حتى نعيد لشعبنا مكانته ليكون هو صاحب القرار في الوطن.